بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة. الإخوة لأم من الورثة، الإخوة الذكور من الرجال، والأخوات من الأم من النساء، فهم من ضمن الورثة، لكن لهم أحكام خاصة يختلفون عن سائر الورثة لقرابتهم من جهة الأم، فهم يختلفون عن بقية الورثة. بقية الورثة الذكور والإناث، الإناث على النصف من حق الذكر، والذكور والإناث إذا اشتركوا صار النساء عصبة بالغير مع الرجال، وهكذا مسائل تأتينا إن شاء الله نأخذها اليوم تختلف فيما يختلف فيه ورثة الأم أولاد الأم عن بقية الورثة. نعم. الإخوة لأم يخالفون غيرهم من الورثة في خمسة أمور. خمسة أمور يختلف فيها ورثة الإخوة من الأم عن بقية الورثة كلهم. نعم. أولا، أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، الإخوة والأم، الذكر والأنثى سواء في الميراث، إذا اشتركوا فهم سواء، وإذا انفرد صنف منهم فهم لا يميزون عن لو كانوا ذكورا وإناثا، كلهم سواء. أخ لأم له السدس إن ورث، أخت لأم لها السدس إن ورثت، إذا اجتمع الذكر والإناث فلهم الثلث سواء كانوا اثنين أو عشرة، ولا يميز الذكر على الأنثى. اجتماعا أي اجتمع الذكور والإناث، أو انفرادا انفرد الإناث وحدهن، أو انفرد الذكور وحدهم، فأخوان لأم لهما الثلث، أختان لأم لهن الثلث، أخ لأم وخمس أخوات، أخ لأم وخمس أخوات لأم، كلهم بينهم الثلث، يقسم بينهم للذكر والأنثى سواء. ثانيا، أنهم يرثون مع من أدلوا به، والأصل المضطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده. أنهم يرثون مع من أدلوا به، أدلوا الإخوة بهم مع من أدلوا بالأم، وهم يرثون معها، يجتمع المدلي والمدلى بهم كلهم يجتمعون في الميراث،
بخلاف الجدة مثلا أدلت بالأم فإنها لا ترث معها، ابن الابن أدلى بالابن فلا يرث معه، أبو الأب أدلى بالأب فلا يرث معه، ابن الأخ أدلى بالأخ فلا يرث معه، وهكذا سواء كانوا ذكورا أو إناثا فهم أدلوا بالأم ويرثون معها. نعم. ثالثا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والأصل أن كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث كأب الأم وابن البنت. الأصل أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ابن البنت لا يرث، ابن الأخت لا يرث، العمة وابن العمة لا يرثون، وهكذا. فمن أدلى بأنثى فإنه لا يرث، سوى الإخوة لأم فإنهم أدلوا بمن؟ بالأم، وورثوا معها. رابعا أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم. يحجبون من أدلوا به بالنقص لا بالحرمان، لأن الحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان كابن الابن محجوب بالابن حجب حرمان، ابن الأخ محجوب بالأخ حجب حرمان، ابن العم محجوب بالعم حجب حرمان، وهكذا. أما ابن الأم فإنه لا يحجب الأم ولا تحجبه الأم، هم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان لا حجب حرمان، فيقال هالك عن أم وابن أم، للأم نصيبها وللأخ لأم نصيبه. فإذا كانوا اثنين الإخوة لأم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان يسمى، وليس بحجب حرمان. خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. ذكرهم لا يعصب أنثاهم، بل هو وإياها سواء، بخلاف الأخت مع الأخ، إن الأخ يعصب أخته، الابن مع البنت، البنت تكون عصبة مع الأخ مع الابن، وهكذا. فكل ذكر وأنثى أخوان يرثون معا، أن ذكرهم يعصب أنثاهم سوى الإخوة لأم، فإن ذكرهم لا يتميز على أنثاهم ولا يعصبها ولا تكون عصبة معه، لأنهم أدلوا بجهة ضعيفة فما تتحمل التعصيب. هذه الخمسة الأمور ما توجد إلا في الإخوة لأم مع الأخوات لأم، هلك هالك عن أم وأخ لأم. كيف نقسم المسألة من ستة؟ للأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، هلك هالك عن أخوين لأم وأم.
المسألة كذلك من ستة للأم السدس لوجود الأخوين لأم، وللإخوة لأم اثنان لهم السدس لهم الثلث اثنان، سبعة إخوة لأم وأم كيف ميراثهم؟ المسألة من ستة للأم السدس واحد، وللإخوة لأم السبعة الثلث اثنان، ولا يسأل أهم ذكور أم إناث، كل واحد ذكرهم وأنثاهم سواء. وأنهم يرثون مع من أدلوا به، من أدلوا به من هي أمهم، يرثون وإياها بخلاف غيرهم من الورثة فهم لا يرثون مع من أدلوا به سوى الجد وأمه، الجد وأمه، أم الجد قد ترث أحيانا مع وجود ابنها الجد، لأن الجد بمنزلة الأب وأم الجد بمنزلة الأم مثل الأب والأم. هلك هالك عن أم وبنت وابن أم وابن الأم وابن البنت، هلك هالك عن أم وبنت وأخ لأم وابن البنت، المسألة من ستة للأم السدس واحد، والأخ لأم له السدس لا وراء، لما؟ لوجود الفرع الوارد، والأخ لأم ما يرث شيء، وابن البنت ما له شيء، إذن البنت لها النصف والأم لها السدس والباقي لأولاد رجل ذكر. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم وابن وأخ لأم، مسألة من ستة، الأخت الشقيقة أنه ثلاثة، والأخ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأم سدس واحد، وللأخ لأم سدس واحد، له الأخ لأم، يعني ما وجد فرع وارث يحجبه. من الذي يحجب الأخوة لأم؟ الفرع الوارث والأب والجد. هلك هالك عن سبع أخوات لأم وسبع أخوات شقائق وسبع أخوات لأب، سبع سبع سبع، المسألة من كم؟ ثلاثة فقط، نعم، للأخوات الشقائق الثلثان اثنان، وللأخوات لأم الثلث واحد، وليس للأخوات لأب شيئا، لأن الأخوات استكملنا نصيب العدد من الأخوات.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم وسبع أخوات لأب، مسألة من ستة. للأخت الشقيقة النص، ثلاثة، ولسبع الأخوات لأب لهم السدس، تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد رد عليهم جميع، صارت المسألة من خمسة. هلك هالك عن أم وابنها، من أم أخ لأم، وعن جدة وجد، جدة وجد وأخ لأم وأم، للأم كم؟ لما ما معها وجد؟ الجد ما يحجبها؟ الجد ما يحجبها، أخ لأم ما يحجبها، اجتمع والأخ والجد ما يصيرون اثنين؟ ما يصيرون اثنين، الواحد لحاله. كيف نقسم بينهم؟ للأم الثلث واحد، والباقي الجد وحده. هلك هالك عن أم وجدة وأب وجد وابن وابن ابن وأخ لأم وابنه كلهم، المسألة من ستة. للأم السدس واحد، والباقي والأب، والباقي والأب له السدس واحد، والباقي للابن وابنه والأخ وأخوه وابنه. هلك هالك عن أخ شقيق وابنه وأخ لأم وابنه وأخ لأب وابنه، ثلاثة إخوة من ثلاث الجهات وأبناؤهم، المسألة من ستة. للأخ لأم واحد، والباقي للشقيق، وليس للأخ للإخوة، أولاد الإخوة ليس لهم شيء. هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم، كم؟ أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة. للأخ
لأم للأخ والأخت لأم لهم الثلث يسوون فيه، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم الباقي للذكري من الحظ الأنثيين، والأخ والأخت لأم يسوون فيه الثلث. اجتماعا ولا انفرادا، الاجتماع هذا ما المراد به، الجماع الاجتماع خلاف الخلاف، والا اجتماعا يعني عدد، اجتماع العدد. هلك هالك عن ام وابنها وبنت وابنها، وأخ وابنه، أم وبنت وابن وابن بنت، المسألة من كم؟ من ستة، للأم سدس واحد، ولدها يرث ولا لا؟ ولما يريد الفرع والأحسنتم، إذن الباقي لمن؟ الأم لها السدس، والباقي هي البنت بنت لها النصف، والباقي للأخ، وأخته ما معه أخت أمامه لو معه صار الذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة، عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة، مسألة من ستة، للأم سدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لأخت الشقيقة، وإن كانت لأب فكذلك، وإن كانت أخت لأم ما لها شيء. هلك هالك عن أم وأخوين لأم وأخت لأب، أم وأخوين لأم وأخت لأب، مسألة من ستة، الأم السدس واحد، والأخوين لأم الثلث اثنان، والأخت لأب لها النصف ثلاثة، هذه عادلة ولا جائرة؟ الفريضة هذه تسمى عادلة وإلا عائلة وإلا ناقصة؟ عادلة، عادلة، لأن فيها أم لها السدس، أخوين لأم لهم الثلث، أخت شقيقة لها النصف، نصف ثلث سدس. هالك عن بنتين وزوجة وجدة لأم وعم، هالك عن بنتين وزوجة وجدة لأم وعم، المسألة من كم؟ بنتين وزوجة وجدة لأم وعم، من 24 من أقصى العدد. البنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3،
والجدة السدس 4، يبقى شيء للعم، يبقى واحد للعم، 1 من 24. وهو الفرق بين الثمن والسدس. هالك عن زوج وبنت وبنتي ابن وجدة لأم وأخت لأب. تمرين الرابع، عن زوج، للزوج كم؟ الربع، وللزوجة وللزوج والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والجدة لأب لها السدس، والأخت لأب يبقى لها شيء؟ ما يبقى. هالك عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب. عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب، زوجتين ربع، وأخ لأم سدس، وأختين لأب ثلثان. مسألة من 12، من 12، الزوجتين الربع 3، والأخ لأم السدس 2، والأختين لأب الثلثان 8. كم يبقى؟ أو عائلة، عائلة بلا 13. هالك عن جدة أم وجدة أم أب، وجدة أم أبي أب، وأختين لأب وعم. هالك عن 3 جدات متساويات، وأختين لأب وعم. 3 الجدات المتساويات لهن السدس 1، وأختين لأب لهن الثلثان، والعم له الباقي. هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، مسألة من 6، للزوج النصف 3، والأخت الشقيقة لها النصف 3، والأخت لأب لها السدس 1، والعم سمعوا شيء أخذوه، كملوا، لأنه 7، عالت إلى 7، عالت إلى 7، فكيف يعطى العم منها شيء؟ من الذي يسقط الإخوة لأم؟ من الذي يسقط الأخوة لأم؟ الفرع الوارث والأصل من الذكور الوارث فقط يكون، لا يبقى له شيء. من الذي يسقط الجد؟ ومن الذي يسقط ابن الابن؟ ومن الذي يسقط الابن؟ لا أحد. ومن الذي يسقط الأب؟ لا أحد. إذا لم يسقط نفسه بالكفر أو بالرق فهو لا يسقط،
اجتمع الورثة كلهم الرجال والنساء، فمن يرث منهم؟ الأب والأم والبن والابن والبنت والزوجة، أحد الزوجين. اجتمع الرجال فقط، فمن يرث منهم؟ الابن والأب والزوج. فإذا اجتمع النساء كلهن الزوجة والأم والبنت البنت والأخت الأخت الشقيقة، اجتمع النساء كلهن من يرث؟ الأم لها السدس والبنت لها النصف والزوجة لها الثمن أو الربع ثمن ومن غيرهم، لا لازم يبقى معنا شيء. الأخت الشقيقة بنت الابن، أحسنتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو ماذا يقول؟ شو يا صالح؟ شو يقول؟ أم الأب أم أب ثلاث مع الأب، أم الجد ثلاث مع الجد، لا تساووا. أم أب الأم لا ثلاث، أم أب الأم هو لا يرث، أبو الأم لا يرث، وأمه أولى بها منه عدم الميراث. أبو الأم يسمى الجد الفاسد، وقد يكون أحنى وأبر من أب الأب، لكن هذه حكمة الله جل وعلا. يقول السائل: هلك هالك عن أب وأم وولدان وبنت وثلاثة إخوة وأختان، فما نصيب أولاد المتوفي في مال أبيهم وما نصيبهما في جدهم وجدتهم بعد مماتهم؟ هالك عن أب وأم وابنين وبنت فقط، والثاني لا يرثون. الأب له السدس والأم له السدس، والولدان والبنت لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب أولاد المتوفى من مال أبيهم وما نصيبهم منهم ما يرث أحد من أحد، ما داموا أحيا ما يرثون، لا مات وشاف من الذي يخلف. تقول السائل: أخي توفي وله ثلاث بنات وأختان شقيقتان وله إخوة أشقاء، هل الأختان ترثان؟ ثلاث البنات لهما الثلثان، والأختان الشقيقتان والإخوة الأشقاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: متى ينتهي وقت قيام الليل، قبل الأذان الأول أو الثاني؟ أذان الأول بالليل ما ينتهي قيام الليل به، وإنما ينتهي بالأذان الثاني، ومن أذن عليه المؤذن وهو ما أوتر فعليه أن يوتر، لأنه ورد الوتر مع الأذان وبعده.
يقول السائل: هل يجوز تقديم حلقة الذكر على الفطور إذا كانت في وقت المغرب؟ يجوز تقديم حلقة الذكر على الفطور؟ لا، إذا أذن المؤذن فيبدأ بالإفطار. يقول السائل: هل صحيح بأن المرأة ولايتها بعد الزواج لزوجها، فهي ليس لها أن توكل أباها أو أخاها أو عمها؟ ولاية الزواج ما تصير للزوج، ولاية الزواج للأب، وأما ولايتها يعني الوكالة، وكالتها فيتوكل من شاءت، لو ابن الجيران، ولا توكل أبوها ما يتعين عليها، ولا يتعين زوجها، توكل من شاءت في البيع والشراء والتصرف. يقول السائل: تكرار الحج والعمرة هل هو من السنة؟ تكرار الحج تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، فالمتابعة بين الحج والعمرة سنة مستحبة جيدة، وهما ينفيان الفقر والذنوب من العبد. وتكرار العمرة حسب أصول الشريعة وحسب ما ورد من فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكرر العمرة في اليوم ولا تكرر في الأسبوع هكذا، وإنما يكون لها أسباب. فالقادم إلى مكة يحسن أن يقدم إليها بعمرة، وأما الحج فلا، كلما كرره الإنسان فحسن. يقول السائل: توفي أبي وترك 4 ذكور و4 بنات، بعضهم تعلم وبعضهم لم يتعلم، فهل يحق لغير المتعلم أن يطلب زيادة في الميراث لعدم الإنفاق عليه للتعلم؟ ليس له ذلك، المعلوم الميراث للذكور والإناث من الأولاد، ولا يزاد لأحد لصفة من الصفات إلا إن كان أعطاه أبوه شيئا قبل موته فله ذلك إذا كان ذلك له مبرر. يقول السائل: كيف يرث الجد مع الإخوة، وما العمل في مثل هذه المسائل؟ في المسألة هذه رأيان للعلماء من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة لا يورثون الإخوة من الجد، وزيد بن ثابت رضي الله عنه يورث الإخوة مع الجد، فالمسألة فيها خلاف، والقاضي له النظر في هذا، فإن حكم بالتوريث فقد حكم به زيد، وإن لم يحكم بالتوريث فقد حكم بذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فالمقصود بميراث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم الورثة الأقارب غير الورثة بالفرض أو التعصيب، كابن البنت وأب الأم وأولاد الإخوة لأم الأقارب غير المذكورين في الميراث. كيف توزع الوصية الواجبة؟ ليس هناك وصية واجبة،
إلا ما كان واجبا على الرجل قبل موته كالدين الذي عليه هذا يجب أن يوصى به وصية واجبة. وأما أولاد الولد الذين مات أبوهم في حياة جدهم فليس لهم وصية واجبة، وإنما هذا يرجع فيه إلى الجد، إن شاء أوصى لهم وإن شاء لم يوصي لهم. يقول السائل: هل يستحب السواك في كل وقت أم في أوقات مخصوصة؟ السواك من أفضل خصال المسلم سواء كان صائما أو مفطرا. يقول السائل: أردت الزواج بزوجة ثانية وإذا بالأولى تطلب الطلاق، فما العمل؟ إذا أطعت زوجتك فستمنعك من الزواج ولا يلزمك طاعتها في هذا، ولا تطيعها ولا تطلقها حتى لو قالت طلقني، فهي آثمة. إذا قالت طلقني هي آثمة، وأنت لا يجوز لك أن تطيعها. يقول السائل: هل يلزم عند تكرار العمرة أن أرجع إلى الميقات الذي جئت منه أم يكفي الذهاب لمسجد عائشة؟ يجوز تكرار العمرة لمن كان تأخر عن العمرة كثيرا، ترك وقتا، وأما أن يعتمر اليوم ويعتمر غدا فلا يجوز له ذلك إلا إن سافر للمدينة أو لغيرها لغير قصد العمرة، ثم بعد سفره للمدينة رجع إلى مكة بعمرة له ذلك. شخص كان يصلي فلما سلم على اليمين أحدث قبل أن يسلم على شماله، هل صلاته صحيحة؟ هذا محل خلاف في التسليمة الثانية، أهي واجبة فتبطل صلاته أم التسليمة الثانية سنة فلا تبطل صلاته؟ يقول السائل: رجل له 5 أولاد ثم مات ولد له قبله، هل أولاده يرثون مع أعمامهم في ورث جدهم وكم هو قدر؟ إذا مات أحد الأولاد قبل أبيه فأولاده لا يرثون مع أعمامهم، وإنما إن كانوا في حاجة فيستحب للجد أن يوصي لهم وصية، وأما الواجب فليس لهم شيء واجب. يقول السائل: كنت في الحرب مع العدو وأفطرت في رمضان، صمت منها 15 يوما وباقي 15 أنا حائر فيها، يجب عليك أن تصومها في بقية هذه الأيام، لأن الباقي الآن أكثر من 15 يوما. يقول السائل: إذا أدرك الرجل مع الجماعة الركعة الأخيرة ثم جاء أناس يريدون الصلاة خلف من أدرك الركعة مع الجماعة فهل يجوز؟ نعم، من جاء بعد ذلك فله أن يأتم بهذا المسبوق، وعلى المسبوق أن يكمل صلاته ثم يسلم، ثم يقوم الجماعة الآخرون يكملون صلاتهم. يقول السائل: اعتمر عن والده من مسجد عائشة بعد أن اعتمر عن نفسه، لو استشارنا قبل أن يذهب لقلنا له لا تذهب، لكن إذا ذهب ولم يستشر طالب علم فيجب عليه أن يتم عمرته، لأنه ما من شيء نفل يلزم إتمامه سوى الحج والعمرة، إذا دخل فيهما يلزم إتمامهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.